إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم الأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم. الناس يتفرجوا فينا الإخوان، ما يساوش يتفاعلوا معنا في القناة، خليوا لنا الدعم ديالكم الإخوان، الله يدير الخير. اللوك ديال اليوم الإخوان نهضروا شوية على الخروف. خروف الإخوان اللي عرف واحد الارتفاع في الأثمنة من بعد العيد، زيادة تقريبا واحد 100 درهم، تقريبا حتى 200 درهم اللي زيادة على الثمن اللي كان في دوك العواشر ديال العيد والثمن اللي كان قبل العيد. غير هي السلعة دابا تتكون شوية ضعيفة، وديك الساعة كانت سلعة اللي كانت سمينة واجدة. وبالنسبة للإنسان دابا اللي باغي يشري، يعني في هاد الوقيتة دابا ديال الخريف، أغلبية ديال الحصيدة مشاو نقصو، يعني أخويا إلا شريتي راه تابعك نيشان الخنشة، نيشان البال، نيشان الخنشة. والخنشة صعيبة، السعر ديالها كتير، والله يدير الخير. لهذا الإخوان، يعني الإنسان فاش يدخل يشري خصو يدخل يشري سلب نقي، حاجة اللي تكبر، حاجة اللي تعطي من هنا لقدام، يعني تكبر معك. ولكن أخويا انت ما خصكش تبخل عليها، خصك ضروري تعطيها الماكله، تقلب على شي علف اللي غادي يكون التكلفه ديالو طايحه، وتهلا في الغنم وكلها مزيان، وعطيها التريتمون ديال الدواء في الوقت ديالها، وكل شيء على الله، واللي دار شي على الله، والنتيجه ان شاء الله راه غادي تكون، ما يكونش ضايع، والسلعه ان شاء الله تكبر تعطي، راه ما يكون غير خير. وتبارك الله عليكم الاخوان، حياكم الله.